ومع استمرار الاحتفالات بذكرى انتفاضة ديسمبر، أكد القائم بأعمال فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف الشيخ فيصل بن شلاق المضي على درب شهداء انتفاضة 2 ديسمبر، وعلى رأسهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا حتى استعادة الجمهورية. هذا وسيتم بث احتفال محافظة الجوف بذكرى انتفاضة ديسمبر كاملا في 9 مساء بتوقيت صنعاء. أننا وفي الذكرى 4 لثورة 2 ديسمبر، ثورة استعادة الجمهورية والحرية والديمقراطية التي قدم روحها الغالية رخيصة في هذا السبيل الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الوفي الشهيد عارف عوض الزوكا ورفاقهم، وأشعلوا جذوة لن تنطفي إلا باستكمال أهدافها واستعادة الجمهورية. نعهد الله أننا على دربهم زائرون. الأخوة المؤتمريون، في هذا اللحظة نحيي ثباتكم وشموخكم وصلابتكم من قطعة النظير تجاه وطنكم وحزبكم حزب الوسطية والاعتدال، حيث أثبتتم للجميع وقوفكم مع حزبكم وهو خارج السلطة وفي أقضم انتكاسة، أنكم رجال مبادئ وقناعتكم المطلقة بنهج حزبكم الرائد والحاضن لجماهير شعبه